بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير للجميع. اليوم الجمعة 5 شباط سنة 2021، معكم فواز حسين من قرية حرفيش في الجليل. أنا موجود في منطقة البحر الميت مع بزوغ الفجر، بالضبط على الطريق بين إيلات على اليمين ومرشراش، وبين أريحة والقدس على اليسار. في هون ممر لوادي من الأودية المتعددة الموجودة في هاي المنطقة، اسمه وادي كيدرون في اللغة العربية وفي اللغة العبرية، بصب في البحر الميت. والمي هاي بتوصل لهون من المناطق الجبلية في الجهة المقابلة، وين بالضبط؟ جبال الخليل. والمي بتجري في الاتجاه الشرقي وبتوصل لصحراء يهودا. بما انه التربة بتقدرش تتحمل وتشرب كل المي الزايدة، مية الامطار بتجري بشكل قوي واندفاع من الجبال العالي باتجاه الشق السوري الافريقي وصولا للبحر الميت، او بنسميه بحيرة لوط. صحيح انه سبحان الخالق وين انا موجود، قلنا الدنيا بالضبط مع الفجر، الدنيا عمالة تشتي شوي شوي، في كثير غطيطة والارض رطبة ونزل فيها بالليل شتاء. وعلى العموم هون قليل يعني ما بينزل مطر في هاي المنطقة. اما قلت انه الوادي هذا كل المي اللي فيه والاودي الاخرى بتوصل لهون من المناطق الجبلية، وين جبال القدس وجبال الخليل. طلعوا العرض تبع الوادي اسم الله في اوضاع ثاني، كل هاي المنطقة كل هذا العرض بينتلي مي، وقلنا المي هون تجري بشكل سريع وبشكل اندفاعي. هاي بنسميها في لغة الجغرافيا السيول، اللي هي أمطار بكميات كبيرة اللي بتجري قلنا من المناطق الجبلية للمناطق المنخفضة. شايفين المي اسم الله جاري بقوة بسرعة، والمي لونه قريب للأبيض بفعل التربة الصحراوية، تربة الحسان والتركار اللي موجودة هون في المنطقة، اللي قلنا هون منطقة صحراوية بكل ما تعنيه الكلمة. والمي جاري من الجبال العالي، تعمل أكثر من شلال وبتنزل بقوة وباندفاع باتجاه الشق السوري الافريقي وتوصل على البحر الميت. انا عمال اقرب على المجرى تبع المي، والواحد هون بيشعر انه بالفعل المنطقة هون صحراوية، قلنا نباتات قليلة والمي بتشق طريقة في التربة الرملية، بتعمل إلى أكثر من مجرى.
الله الى ذلك. هون في هاي المنطقة في ظاهري جميلة ونادرة، ممكن انت تكون ماشي في السيارة على الطريق وتطلع على الجبال الجردة وفجأة منلاقي مية السيل، مية المطر اللي نزلت على الجبل خلال دقائق فترة قصيرة بتلاقي إلى طريق وبتنزل على شكل شلالات بين الجبال وبتنزل قلنا باتجاه البحر الميت بتصوب غاد. الله يبارك، بسم الله. منطقة صحراء جردة وقلنا مية السيول تنزل من الجبل للمنطقة المنخفضة باتجاه البحر الميت. بالي بالضبط الشلال اللي بينزل، قلنا مية السيل تنزل من فوق من أعالي الجبال بالاتجاه اللي أنا واقف فيه، ومن باب الاحتراس والاحتياط بفضل إنه ما قدمش أكثر بعد. شكرا لكم، ونلتقي بمحل ثاني في يوم ثاني.